بكم من جديد. يقول غاندي: عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك. موضوعنا اليوم عن الغضب وكيف الشخص يتحكم في الغضب وتأثيراته السلبية. الغضب شيء طبيعي، ما نقدر نقول أنه ما نغضب، لكن في تبعات لهذا الموضوع وكيف نتحكم فيه. خلينا نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. العصبية أو التوتر ترتبط بانفعالات كثيرة كالخوف والغضب وغيرها، كما أنها ترتبط بضغوط الحياة المختلفة. ولكن كثيرا ما يستخدم هذا المصطلح أنا عصبي للتعبير عن سرعة الغضب. ما مستعدة أنطر أكثر من هيك، أوكي؟ مريم موظفة في قطاع العقارات، تعاني كثيرا من العصبية الزائدة، وهي قليلا ما تستطيع كبت غضبها. بيعصبني الشواز والكذب وعدم الصدق والخداع، هولي أشياء بهالحياة مع الأسف يعني محاطين فيها كل يوم كل دقيقة. إجباري بدك تعصب، وفي أشياء كتير بتعصبك، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، القلق الأمني، فبدل الواحد على طول معصب. خسرت ناس من خلال تعصيبي، بس بالنهاية اللي بيكون فكره محدود وما بيفكر لبعيد وما بيدارك انه الواحد معصب لربما مثلا مضايق او شيء وبده يزعل ويفل، برأيي انا وقت ما بده يوقف جنبك خليه زعلان وخليه على غلطه ويفل الله والنبي معه. مقربين لإلي جدا بيعرفوا انه قلبي طيب، يعني اذا كنت غلطاني انا فبضطر اني اعتذر منهم لانه جل من لا يخطئ يعني. او في ناس وقت اللي بعصب عليهم ما بردوا، المقربين لقلي لانه بيعرفوا انه انا ما عندي حقد. احيانا بعصب على مثلا شغله، بعصب على ناس بحبهم، واحيانا بجرحهم لانه كلامي بس لما اعصب بيكون جارح بس من دون قصد. بس وقت اللي اقعد لحالي برجع بفكر انه انا لا عملت هيك، مفروض هالانسان اوقف حده، برجع بروح لعنده وبوقف حده وبحس بالندم. أنا بنصح النساء والناس كلهم إجمالا أنه يعدوا للعشرة قبل ما يعصبوا، مع أني أنا عصبية جدا وأنا بعصب وما بعد للثلاثة قبل ما أعصب، بس بنصحهم يتروا وما يعصبوا قوام ويدلوا قد ما يقدروا رايقين ويعرفوا يتعاملوا مع الناس اللي حواليهم. ما بقى اشتري من عندكم شيء، يلا بلغيكم وبلغي الدكانة عندكم، ما بقى بدي اياه، بجيب من عند غيركم. مشاهدينا نتكلم عن الموضوع أكثر. خليني أرحب معايا بأمينة خليفة، مدربة معتمدة من البورد الأمريكي للبرمجة اللغوية العصبية. أهلا بك أستاذة أمينة. أهلا بك يا بابا. يعني إحنا الاثنين ضحكنا من ردة فعل السيدة، بس خليني يعني أسألك عن هذه السيدة. حالة طبيعية من العديد من الأشخاص اللي بيصير عندهم الغضب، وإحنا نعرف أنه في ناس كتير طيبة ما عندها سوء النوايا، بس تحكمهم في الغضب صعب، بيخسروا الأشخاص المقربين منهم، بيخسروا في عملهم، بيخسروا في حياتهم اليومية، بيخسروا كتير بسبب هذا الغضب وقلة التحكم فيه. خلينا أول شيء نتعرف على أسباب الغضب. هو أسباب الغضب بسيطة قوي، إن الغضب ده عبارة عن أي شيء الإنسان بيحس إنه بيأثر في الريسبكت بتاعه، في احترامه لذاته. يعني الغضب ده كأنه تهديد، لما الإنسان بيشعر بأي تهديد لاحترامه لذاته أو أي تهديد إن هو حد يقرب من الحدود بتاعته، بيبقى ده انفعال طبيعي. فالشعور نفسه بالغضب انفعال طبيعي، هو السلوك اللي بيحصل للإنسان بعد كده هو اللي ممكن يكون زيادة عن اللزوم، أو اللي ممكن يكون ساعتها يوصل لحالة مرضية زي الحاجات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي. طيب خلينا نتعرف أكثر على مراحل الغضب. الغضب ما بيبدأ كده، يعني بيكون في مراحل عشان نعرف إيش هي المراحل ومتى الواحد يتمالك أعصابه ويحاول أنه يتراجع، على قولتهم يعود من 1 لـ10. يعني هو فعلا أهم حاجة، أنا فاكرة جدتي كانت دايما تقول نعد من 1 لـ10، ودي أحسن حقيقة، أحسن نصيحة بنقولها للناس. هو مراحل الغضب أول حاجة لازم، يعني أول شيء بيحصل إن الإنسان تهديد بسيط
اول ما التهديد البسيط ده بيحصل، بيحصل اي شويه تغيير بسيط في الفسيولوجي بتاعته، يعني جسمه بيبتدي ضربات القلب مثلا بتزيد او اي حاجه، ارتفع ضغط الدم، ضغط الدم، درجه الحراره، الاحمرار في الوش بيطلع. وبعدين في نفس اللحظه بيحصل اللي هو جوه المخ الانسان بيبقى كانه بانذار ان في تهديد، لازم ناخد موقف، يا اما هنحارب يا اما هنهرب. ده اللي بيحصل بالظبط. زي زمان الانسان، الانسان البدائي كان بيغضب او بيخاف لما بيجي ديناصور، اول ما بيقرب منه الديناصور كان نفس رد الفعل بالظبط زي ما احنا بيحصل لنا كده في الغضب. بعد لما بيحصل التهديد ده ساعتها المخ على طول بيروح مفكر، يا اما بيحارب يا اما بيهرب. لو بيحارب ساعتها الانسان تفاعل بيزيد، ضغط الدم بيعلى اكتر، وبيبقى ردة الفعل، والانسان ساعتها بيرد وبعدين بيرجع تاني يهدى وبعدين بيندم لو تصرف مش طبيعي. فده ردا على الجزء الاولاني بتاع سؤالك. الجزء التاني امتى نوقف؟ لو ما عرفناش نوقف في المرحله الاولانيه بيبقى صعب، يعني كل لما قبل لما المخ يفكر هحارب ولا ههرب، هي دي المرحله في السايكل، في الدوره بتاعه الغضب، نقطع من الاول هنقدر نتحكم. طيب دكتورة، إيش التأثيرات النفسية والجسدية للغضب؟ يعني خلينا، أنا عندي شخصيات أعرفهم في حياتي كثير، عندهم جاتهم حموضة من الزعل، جاهم قولون من الزعل، جاهم يعني إحنا، أنا دائما كنت أتوقع أنه الغضب وأنه بيأثر والزعل هذا كلام فاضي، كنت أعتقد أنه الحالة النفسية ما لها علاقة، وكنت أقرأ كثير وبرضه ما كنت مقتنعة. بس لما شفت حالات حواليني في كثير من السيدات صارت عندهم مشاكل صحية بسبب الغضب والزعل والسترس. خلينا نكون واقعين، ما يقدر يا دكتورة يا أستاذة أمينة نوقف الغضب في حياتنا ولا ونتقول للناس أعملوا يوغا وانتبهوا على السترس، هذا كلام يعني يخفف بس ما هو العلاج. خلينا نعرف أكثر الأسباب النفسية والمشاكل الصحية اللي بتصير، وبعدين تقولي لنا كيف ممكن نحاول نتحكم في الموضوع بشكل سهل. هو المشاكل الصحية بتحصل لما بنحاول ان احنا، الكلمة اللي انت قلتيها، نتحكم في الغضب. لو احنا تخيلنا ان الغضب ده هو كأنه نهر، لان العواطف هي نهر، لو احنا حاولنا نحط السد على النهر ده، يبقى لو السد ده عالي قوي هيحصل شيء من الاتنين، يا اما هيحصل جفاف ورا السد، مية عالية قوي في مكان وفي جفاف تاني، فالجفاف ده بيخلي الانسانة اللي كانت حساسة وطبيعية وبتتأثر مرة واحدة مسكت الغضب حاولت تتحكم فيه جامد قوي، فالسد ده بيسبب لها جفاف في العاطفة بعد كده، تبلد بتبتدي يعني؟ تبلد. تبتدي السيدة أو الرجل أو هوافر يعني بيبقى عندها كأنها مش بتبين المشاعر بتاعتها لأنها بتكبت الغضب، فبيبقى من الخارج باين إن في جفاف، بس من السد من الخلف بتبقى هي أشياء كتير أو بتحصل داخلية. زي إن مثلا أول شيء بيبتدي ممكن يكون في صداع، حاجات كتيرة جدا زي ما انت قلتي بالظبط، زي مثلا الحمودة اللي بتحصل، في ناس النوم، في ناس النوم ده المراحل الأولانية، إنما في أمراض كتيرة أوي، حتى السكر، في بعض الناس وصلت إن كل الأمراض سببها الستريس اللي هي الضغوط والغضب مع بعض. حتى في بعض الدكاترة بتقول إن نفس الـ 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 السرطانات برضو من أسبابها كبت الغضب. فده معناها لما احنا بنحاول نتحكم زيادة عن اللزوم، بدل ما نحاول نخلي الـ 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 النهر ده ماشي، يعني يبقى فيه سريان للنهر، ان احنا بس نوجهه بدل ما نتحكم فيه. احنا حنسألك دكتورة بعد ما حنشوف بس في تي، بس حنعرف منك كيف نتحكم او نطلع الغضب، لانه اعتقد كبته مؤذي طبعا. بس خلينا نتابع هذا الفي تي حتى نتعرف اكثر على موضوع فقرتنا. اوكي، هناك دراسات عديدة تشير إلى تأثيرات البغض الهدامة على الصحة الجسدية على المدى القريب والبعيد، من توترات عصبية وارتفاع ضغط الدم وضربات القلب والسكتات القلبية وحموضة المعدة وضعف في المناعة وقلق مزمن ومستمر وانهيارات عصبية واضطرابات في النوم، بل وتؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة وفي بعض الحالات إلى حد الموت. في دراسة عجيبة للدكتور ديفيد سوزوكي، قام بتجميع جزيئات مركبة من زفير شخص غاضب يعبر عن غضبه لفظيا، فوجد الزفير يحتوي على سموم مركزة، حيث اكتشف أنه لو تم تجميع تلك السموم على مدى ساعة واحدة فقط فإنها قادرة على قتل 80 من حيوانات التجارب المعملية.
يعني أستاذة أمينة، الغضب هذا شيء سيء، ودائما نسمع أنه الغضب بيقتل خلايا معينة في الجسم ما ترجع تنبني مرة تانية. يهمني أعرف كيف، إيش الطريقة المثلى أنه الشخص يعبر أو ينفس بالأصح، لأنه كبت الغضب اتفقنا أنه مش صحي أبدا. أيوة، وبيسبب يا تبلد يا بيسبب مشاكل صحية، يعني بتدمر الشخص. طيب كيف الطرق المثلى اللي ممكن الشخص يعبر فيها عن غضبه بشكل ما يخسر اللي حواليه، ما يخسر عمله، وفي نفس الوقت ما يكون مشحون طول اليوم من الاسترس اللي بيشوفه؟ هو الغضب لو أنا أصلا عندي كبت من الغضب، ساعتها غصبا عني هيكون عندي فوران للغضب. فهو من الأصل لازم كوب الغضب يكون فاضي. فده أول شيء، يعني إن إحنا أول بول لو إحنا نفسنا عن الغضب أول بول، عمر ما هتكون ردة الفعل قوية جدا. ردة الفعل بتبقى قوية لما بيكون أوريدي عندنا غضب متكدس. يعني لما بنعمل دورات مثلا لعلاج الغضب، أول شيء إن إحنا بنعمله إن الإنسان لازم يدرك، يكون عنده وعي ذاتي بنفسه، يبقى فاهم ايه القيم المعينة اللي لما بتكون موجودة في حياته بيبقى هو مرتاح وما بيحسش بأي خطر، وايه الحاجات اللي لما بتنقص في حياته ساعتها هو بيحس ان اي شيء حواليه بيبقى تهديد. فالدورات دي بتخلينا اول شيء ان احنا نبقى عارفين شخصيتنا ايه، فرق الشخصية ما بين الشخص والتاني، ان احنا كلنا ناس مختلفة وردة فعل كل واحد مختلف. فده اول شيء. بنعمل زيادة برضو في اللي ما يسمى دلوقتي الإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء العاطفي. لما الإنسان بتزيد قدرته في الذكاء العاطفي بيقدر يتحكم في نفسه، مش يتحكم بقى، يوجه نفسه، وبيبقى عنده تعاطف مع الآخرين. طيب فده الفكرة الأولى. أوكي، اسمحي لي بس خلينا نعملها بشكل عام تجريبي. اعتبري أنه أنا جايتك اليوم وبقولك يا دكتورة أنا إنسانة لما أغضب، يعني حابين شوية نبسط الفكرة حتى المشاهدات السيدات العاديات يفهمونها أكثر. أنا سيدة أشعر بالغضب أحياناً وما أتحكم في أعصابي مثلاً، لا تصدقوا أنا بقول يعني مش باين عليك لا يضرك، أحياناً ما في أحد ما يغضب يعني، بس في ناس تتحكم أكثر من ناس، بس مثلاً أنه أنا أغضب وأنه أنا أعصب ولما أنا أعصب أحس أنه أنا جسمي كله فاير وفعلاً حابة، يعني ما حقدر أتكلم مع أحد معصبني بهدوء، ما حقدر أتمالك أعصابي، يعني أحس أنه فعلاً ممكن أهجم في الشخص. طيب إيش تقولي الوحدة مثلاً جايتك عندها هذه المشكلة، كيف تتصرف على أرض الواقع في الموقف؟ هقولك حاجتين، حاجة سريعة. أول شيء لازم تتنفسي، وده لسبب بسيط أكيد سمعناه كتير قوي، إن الواحد ياخد نفس عميق. نفس عميق بمنتهى البساطة، لأن لما باخد نفس عميق باخد نسبة أكسجين عالية. فلما باخد نسبة أكسجين عالية بقدر أفكر أكتر. لما باخد نفس خفيف مش هقدر. يبقى أول شيء هقولك لما تحسي بشيء يغضبك خدي نفس عميق. أوكي. ده أول حاجة سريعة. غير كده إن أنا ممكن أقعد معاكي، لازم نعرف إيه بالظبط الأشياء البسيطة، ممكن شيء صغير قوي تكوني بتشوفيه هو ده اللي دايما بيحفز الغضب عندك. فإيه الشيء اللي بتسمعي؟ أكيد في شيء متكرر، فلازم نبتدي نلفت الانتباه. فالنصيحة إن إحنا نجيب ورقة وقلم ودايما تبقى عندنا عشان نلاحظ، يبقى عندنا وعي. يا ترى إيه الأشياء البسيطة اللي بسمعها أو بشوفها أو بتحصل حواليا؟ فيبقى عندي كده زي ورقة طويلة كل الأشياء البسيطة دي. طيب مثلا أنا عندي فرضا مشكلة من أنه أتضايق من الفوضى، أو أنه شخص مثلا ما يعمل شغله صح وبعدين يقول لشخص تاني أنت ما عملت، فرضا فور إكزامبل، أو مثلا يضايقني الإهمال. طيب إيش حتقولي لي أعمل ساعتها؟ أنه أنا عارفة هذه المشكلة الواحد يشوفها في بيته، في عمله، في الشارع، في كل مكان يشوفها، كيف وقت ما يصير الموقف أتصرف؟ هقولك أول حاجة إن إحنا الشخص الوحيد اللي ممكن نتحكم فيه هو نفسنا مش الآخرين. أكيد صح. فلما حد يبقى مهمل مش هقدر أتحكم فيه، لما حد يبقى عنده فوضى مش هقدر أتحكم فيه، أنا هقدر أتحكم في نفسي أنا بس. أوكي. يبقى اللي أنا هتحكم فيه إن أنا هقول إيه، يمكن الإنسان الآخر ده أقدر أنا أتعاطف معاه، يا ترى هو أهمل ليه؟ فده اللي اسمه إن إحنا هزود عنده التعاطف. هقولك حطي نفسك مطرح الآخر، لو أنت حطيتي نفسك مطرح الآخر هتشوفي فيه ايه، لان مش هقدر اتحكم فيه هو. فهنبتدي نوجه اهتمامك بدل ايه ما يغضبك، نوجه اهتمامك للشخص الاخر. فدي من اول الحاجات. غير ان انا هقولك برضو مش بس الاهمال، انت الاهمال بالنسبه لك معناته ايه؟ فلازم نلاحظ الحاجات وبعدين نحاول نخلي الاهتمام يبقى للاخر مش لينا احنا، مع التنفس، مع انت قلتي في الاول يوجا. اليوجا دي فيها على فكره يوجا في 1 minute باي ذا واي، مش ضروري يعني الواحد يحضر كلاسات طويله، انا غير اليوجا دقيقه، يعني في حاجه زي مثلا تدريب للمخ ممكن يتعمل في اقل من دقيقه،
في ثواني، بنديه في الدورات مثلا انا بديه ده للجنرال مانجر مديرين مثلا، يبقى قاعد في ميتنج ويبقى غضبان ايش يعمل؟ فتمرين بسيط جدا جدا ان احنا نخليه يفكر في حاجتين مع بعض عشان مخه كله يشتغل مع بعض. يفكر في اشكال والوان وحاجات تشغل مخه من ناحية اليمين، يعني مثلا يفكر في رقم كبير، لسه رقم 7 بالكبير بلون كبير. اوكي. وفي نفس الوقت في نفسه وهو شايفه قدامه كانه يشوفه قدامه يردد في مخه 7، يبقى ساعتها خلى جزئين المخ، واحد يشوف لون وشكل والتاني يردد الرقم في نفس الوقت. ده تالت حاجه، احنا بيعمل تلات حاجات مع بعض، ياخد نفس عميق يحس بالنفس بيبقى من هنا، وبعدين ممكن ان هو عمل شاف 7 يهدي نفسه بقى يغير 7 تبقى 6 5 4 3 2 1، يعني مش هتاخد 7 ثواني، يعني هيرجع يعد مره ثانيه، يعد يعني من واحد يعني من لا من ياخدها فعلا من 7 ل6، بس المهم يتخيل يبقى شايف الشكل باللون عشان يخلي ناحيه من مخه تشتغل، يشغل الناحيه اليمين ويردد الرقم ويتنفس. حلو. دي هتاخد بنسميها 6 سكندز، 6 ثواني، وقفه 6 ثواني، دي زي العشر العد العشره اللي جدتنا كانت بتقول عليها او جدتي انا يعني. شكرا لوجودك استاذه امينه، صراحه افدتينا يعني، كان تدريب كويس للموضوع. وانا اعتقد يعني زي ما قالت استاذه امينه انه سلوك الغضب هو سلوك طبيعي وما هو شيء، يعني شعور طبيعي كمان، مش غلط ان الشخص يغضب، لكن المهم انه ما يخسر كل شيء في حياته وياثر على صحته. حلو يتحكم في هذا الغضب، يحاول يوصل لطرق، في كثير من الطرق اللي تحاول تساعد الشخص انه يتحكم في غضبه، سواء بالرياضه، باليوغا، بالدورات اللي تعلمه التحكم في الاعصاب، مديتيشن. هو يحاول نفسه انه كل ما زعل ما حيتصلح العالم وحيصير مثالي، هو عليه انه هو يحاول يتقبل الامور كما هي ويشتغل عليها حتى يحسنها. احنا كمان دائما بنحاول نشتغل على برنامجنا عشان نخليه اجمل وافضل وتتابعوه دائما. عندنا فاصل قصير، ابقوا معنا متابعين بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.